ليلى ماطرة على العاصمة الرياض وتراجع لرقعة الحالة الماطرة غدا لتتركز الأمطار في المناطق الشرقية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. إلى تفاصيل هذه الأحوال الجوية وتحديدا على خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع بمشيئة الله أن تشتد هذه الأحوال المطرية أو الحالة المطرية تحديدا على منطقة الرياض داريا بما في ذلك العاصمة. أيضا تتركز هذه الأحوال المطرية ما بعد ساعات منتصف هذه الليلة بمشيئة الله لتكون الأمطار غزيرة أو متفاوتة الغزارة إلى أن تصبح هنالك ارتفاع في منسوب المياه بمشيئة الله خلال ساعات الليل والصباح الباكر من يوم الغد. أما في يوم الغد متوقع أن تبدأ هذه الأحوال الجوية بالاتجاه نحو الشرق لتتركز الأمطار في المناطق الشرقية، بعض الأجزاء من المنطقة الرياض إداريا وأيضا في جبال الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله. هذا فيما يخص هذه الأحوال الجوية في مناطق المملكة. أما في العاصمة الرياض هذه الليلة كما ذكرنا أيضا هناك أجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين 28 درجة مئوية مع فرص لزخات أمطار رعدية نهارا إلى 18 درجة ليلا. يوم الثلاثاء ترتفع بشكل بسيط لتصبح 30 درجة نهارا إلى 20 درجة ليلا. أما يوم الأربعاء هنالك أيضا فرص لزخات أمطار رعدية من 31 نهارا إلى 18 درجة في ساعات المساء. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها من سكاكا، 26 إلى 16 درجة مئوية، عرعر 25 إلى 14، تبوك من 27 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء، مكة المكرمة أجواء مشمسة 33 إلى 21، في الطائف 23 إلى 15، المدينة المنورة 30 إلى 18، وفي جدة 31 إلى 19 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى. في أبها فرص لزخات أمطار رعدية من 17 إلى 13 درجة مئوية، في الباحة كذلك الأمر من 17 إلى 13، في جازان من 29 إلى 27 درجة مئوية، في الدمام 24 إلى 19، في الإحساء فرص للأمطار من 25 إلى 18، وفي حفر الباطن فرص لزخات أمطار رعدية من 22 إلى 14 درجة مئوية. في العاصمة الرياض كما ذكرنا 28 إلى 18، في بريدة 26 إلى 16، وأخيرا في حائل من 25 إلى 14 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.